هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يتسمى بعبد النور؟ لا، النور ليس من أسماء الله عز وجل. يوصف الله بأن بالنور، له نور، يعني الله نور السماوات والأرض، لكن ما يقال عبد النور، لأن النور أنواعه كثيرة: نور الشمس، نور القمر، نور السراج، نور الكهرباء، لا يجوز هذا. نعم.